إلى صخب المدن ولا سواق. إلى ضجة الساحات والأبواق. مخلوقات تساق في الأقفاص، تصرخ وتستجدي، تنشد الخلاص. تتوق إلى الغاب، إلى الفضاء الواسع، إلى الحرية. بعدما قيد البشر انطلاقها، حد فضاءها واستغلها للتسلية. حيوانات برية اتخذت من غابات الأطلس وسطا ومن أشجار الأرز ملاذا، فصارت وإياها عنصران أساسيان في منظومة بيئية واحدة. نسانيس تخلص غابة الأرز من حشراتها ويرقاتها لتتخذ محيطها مرتعا يوفر قوتها ومسكنها، فيتحقق التوازن وتنشأ بينهما علاقة قوية، علاقة بين شجرة الأرز المغربية ونسناس الجبال الأطلسية. على مساحة تقدر بنحو 360 ألف هكتار، يمتد إقليم إفران ليحضن غابة تشغل ثلث أراضيه. أراضي تتميز بسحنات جيولوجية تظهر صخورا من مختلف العصور، بازلت رباعي، طين ترياسي، وصخور شيستية وجرينية من الزمن الأول. أدت تساقطات المنطقة وطبيعة صخورها إلى تكوين مجموعة من التجويفات والمغارات بها. إنه ما دفع إلى تسميتها بإفران، الكلمة الأمازيغية التي تعني الكهوف. تعود آثار أول تواجد بشري بالمنطقة إلى فترات ما قبل التاريخ، فالحفريات الأركيولوجية التي أقيمت بها ترجع استغلال كهوفها إلى العصور النيوليتية. تتألف ساكنة إقليم إفران من ثلاث قبائل كبرى، قبيلة بني مجيد وبني مطير المنحدرتين من قبيلة صنهاج الشهيرة، وقبيلة صغروشن المرتحلة المنحدرة من شرق المغرب والمستقرة بالجهة الجنوبية لبني مطير. هذه القبائل شدها إلى المنطقة اعتدال طقسها صيفا وخضرتها ربيعا ووفرة ينابيعها على مدار السنة.
بالرغم من عدم خصوبة المنطقة بشكل عام، إلا أنها تشكل خزانا مهما للمياه. فملوية وسبو وأبو رقراق وأم الربيع أنهار دائمة الجريان تنبع من هناك من أعالي جبال الأطلس المتوسط. ساعد موقع إقليم إفران الجغرافي على وجود عدة طبقات بيومناخية أدت إلى ظهور تنوع بيولوجي وتشكيلات نباتية غنية. مؤهلاته الطبيعية المتنوعة جعلته يحتل أولى المراتب العالمية والوطنية في عدة مجالات، فهو أكبر اتساع غابوي بالمغرب، يضم ربع المساحة العالمية لأرز الأطلس وثلاثة أرباع الفراشات المحصية على الصعيد الوطني، كما يضم نصف أعداد الطيور المغربية و 35% من ثدييته وزواحفه. كل هذه المعطيات أهلته لاحتضان أحد أهم المنتزهات الوطنية المغربية، المنتزه الوطني لإفران. Le parc national d'Ifran, il a été créé en 2004 dont l'objectif de conserver un patrimoine naturel. أنشئ المنتزه الوطني لإفران سنة 2004 من أجل حماية الموروث الطبيعي لهذا الإقليم. تعلمون أن إقليم إفران يضم واحدة من أهم الثروات العالمية، ألا وهي النظام الإيكولوجي للأرز. لدينا على مستوى هذا النظام نحو 23% من كل أنواع نباتات المغرب، 46% من طيوره، 33% من زواحفه، و40% من ثدياته. الشيء الذي يعطيه صفة النموذجية والتنوعية الإحيائية على الصعيد الوطني بل وعلى صعيد الضفة المتوسطية كلها. من أهداف المنتزه الحفاظ على التنوع الإحيائي للنظام الإيكولوجي، حسن تدبير الموارد الطبيعية المتوفرة بشراكة الفاعلين المحليين، الإخبار والتواصل والتحسيس بأهمية هذا الموروث. أما الهدف الرابع فهو تقييم الموروث الثقافي والوطني لهذا النظام الإيكولوجي بالإقليم. نظراً لثرائه الإيكولوجي والبيولوجي، يعتبر المنتزه الوطني لإفران نموذجاً للأوساط البيئية التي تحتويها جبال الأطلس المتوسط. فبالرغم من انقراض العديد من وحش المنطقة كالأسد والنمر والقضاعة، لا تزال تعيش بها بعض الحيوانات الأخرى. الزعطوت أحد هذه الحيوانات. من فك يتخذ غابات الأرز والصنوبر والبلوط محيطاً لعيشه. من قرادة العالم القديم بلا ذيل، ظهر بإفريقيا منذ 7 ملايين سنة، سمي نسناس سيلفانوس. بعد جفاف الصحراء منذ آلاف السنين، ساهم حزامها في عزل هذه النسانيس عن باقي قرادة القارة الإفريقية، فسكنت مرتفعات قسمها الشمالي، في حين انتشر المتبقون بالجنوب وعبر جزر آسيا الجنوبية والجنوبية الغربية. هكذا فمن نحو 20 نوعاً من النسانيس التي تعيش في العالم اليوم، لا يعيش بإفريقيا الشمالية إلا نوع واحد، هي هذه النسانيس. حيوانات اجتماعية نهارية المعيشة، تقسم وقتها مساواة بين الأرض والشجر. يعيش نسناس سيلفانيوس في مجموعات أمومية القيادة مكونة من عشرات القرود، يحظى فيها كل فرد بوضع ترتيبي خاص. في خضم هذه المجموعات تسعى القرادة إلى الحفاظ على علاقات طيبة فيما بينها، فتقوم بتنظيف وتفلية بعضها البعض. إن العيش وسط مجموعة ما يقتضي الخضوع إلى قوانينها والتنازل أحياناً عن بعض الحقوق.
عند الخصام تتشاجر الأسانيس ويتعالى صراخها، لكنها تتفادى عض بعضها البعض عموما، بل غالبا ما ينتهي صراعها باستسلام أحد الأطراف وخضوعه وبتصالح الأطراف وتعانقها. ولكي تتضح تصرفات كل فرد داخل المجموعة، تحترم النسانيس قواعد علاقات القوة القائمة بينها، هيمنة التبعية، فتتعرف على القوية منها وتتنحى من أمامها مبدية لها الخضوع. لكن القوة لا تعني السيطرة دائما، فالقرد المسيطر يجب أن يكون له حلفاء يساندونه أثناء شجاره. هكذا فبنت الأنثى المسيطرة تكون مسيطرة كذلك بالضرورة، والذكر الضخم القوي الذي لا يملك حليفا يبقى منحط القيمة بين أفراد عشيرته. إن علاقة القرابة شيء مهم في حياة النسانيس، ولأنهم لا يعرفون آباءهم فإن انتسابهم لأمهاتهم شيء أهم. إن التآزر والتضامن يكون بين الأم وأبنائها وبناتها وإخوانها وأخواتها، بل وجداتها وأحفادها. تحالفات تؤدي إلى تشكيل كتل ينتسب أفرادها إلى عائلة واحدة، لتعود درجة سيطرة الفرد إلى مدى قوة الكتلة التي ينتمي إليها. تبقى الأنثى وفية لمجموعتها طوال حياتها، في حين يغادر الذكر إلى مجموعات أخرى بحثا عن أنثى غريبة لا تمت إليه بصلة. خلال بحثهم عن حياة جديدة، تبقى القردة المهاجرة وحيدة لبعض الوقت، وغالبا ما يحاول الشباب منهم خلق مجموعات صغيرة تنتقل معا للبحث عن عشائر جديدة، علهم يجدون بينها إناثا يجذبونها للتزاوج. إن إناث النسانيس تحبذ الذكور الغريبة عنها والتي لا تجمعها بهم علاقة القرابة. ماذا ينفع إذن أن يصير القرد رئيسا لمجموعة لسنين طويلة؟ أليس من الأفضل له أن يهاجر بحثا عن إناث غريبة عنه؟ إنه بالضبط ما تفعله ذكور النسانيس، فأغلبهم يهاجر بعد عيشه أعواما وسط مجموعة ليعيش حياة الوحدة، ثم يدخل بعدها عشيرة أخرى. عندما يقرر القرد المهاجر دخول مجموعة والاستقرار بها، يختار بين استراتيجيتين: إما أن يتحدى قائدها ويجبره على الانصياع، وذلك أمر خطير لما ينتج عنه من جروح أثناء القتال، وإما أن يدخل العشيرة ويحتل أسفل سلمها وينتظر طويلا حتى يفهم العلاقات التي تجمع بين أفرادها، فيتسلق الدرجات ويصبح من الذكور المسيطرة. بسبب الإكراهات التي يفرضها الطقس، يكون تزاوج هذه الحيوانات موسميا، يستمر من شهر أكتوبر إلى شهر دجنبر، فتكون الولادات ربيعا. إلا أنه عادة ما تعتري النسانيس نزوات جنسية على طول السنة، لتكون ولاداتها متفرقة على مدارها. عند الكثير من أصناف إناث النسانيس، تنتفخ مؤخرتها خلال مرحلة قابليتها للتوالد، فتحدث صراخا خاصا تشير به إلى أنها في مرحلة الإباضة. بعد حمل يدوم حوالي 6 أشهر، تضع الأنثى مولودا واحدا لا يزيد وزنه عن 500 جرام. بعدما ترضعه عاما كاملا، تفطمه عن الرضاعة ليبدأ في تناول الفواكه والحشرات والبراعم الطرية. تقضي صغار النسانيس أشهرها الأولى عالقة بفراء أمهاتها، وتبلغ الإناث منها نضجها الجنسي في سنتها 3 أو 4، بينما الذكور لا تكون قادرة على الإنجاب إلا حين بلوغها بين 4 و7 سنوات من عمرها.
خلافا لغيرها من الحيوانات، تشارك الذكور نسانيس سيلفانيوس في تنشئة الصغار وتربيتها، فتنفق الكثير من وقتها لاستمالتهم واللعب معهم. إنها حيوانات نشيطة، لعوبة ومرحة. يستوطن نسناس سيلفانيوس مرتفعات الريف وجبال الأطلس المغربية والجزائرية، وقد اقترن تواجده بها عبر كل الأزمان بغابات الأرز التي تشكل مسكنه ومحيطه البيئي. يحملنا ذكر شجرة الأرز إلى استحضار الأساطير البائدة والاعتقادات القديمة التي تحيط بها. لقد ارتبطت بالأسطورة الفرعونية المتحدثة عن صراع الخير والشر في رواية إيزيس وأوزيريس، وكانت أساس فخامة هيكل سليمان، كما أن مرحلة من مراحل ملحمة جلجامش السومرية جرت فصولها بغابة من غابات الأرز الأطلسية. لقد استعملها المصريون في التحنيط ورمزوا بها إلى الخلود، واستخدمها الإنسان عبر العصور في بناء المعابد والقصور. فهياكل الآشوريين ومعابد السومريين وقبور المصريين ومحارب الإغريق وجوامع المغرب كلها منشآت تشهد بقدسية هذه الشجرة وعظمتها. كنلاحظ استاذ هنا كاين بزاف ديال شجر الارز في المنطقه هذه اللي عندها هذا نعم بالخصوص الشجر ديال الارز. هذه الشجره اللي هي تبارك الله كتميز بواحد المميزات وخصيات اللي هي مهمه جدا. من بين هذه الخصيات كاين خاصيه اقتصاديه اللي هي كتزود لنا السوق المحلية والإنتاج الوطني بتقريبا 30% من خشب الصناعة. زيادة على ذلك كتزود لنا الإنتاج الوطني تقريبا بصفة عامة ب 20% من حطب التدفئة. هذا زيادة على الدور ديالها البيئي، بحيث كتشكل هذه الغابة وخصوصا غابة الأرز واحد الخزان، كتساعد على تسرب المياه للطبقات الجوفية، وبذلك كتكون تتخرج على شكل عيون ووديان وأنهار. لذلك نقول بأن الأطلس المتوسط وخصوصا إقليم إفريقيا يعتبر خزان للمياه. والإشارة فإن هذه الشجرة ديال الأرز مستوطنة في هذا الشمال ديال إفريقيا وفي المغرب، بحيث كتبلغ المساحة ديالها على صعيد إقليم إفران حوالي 47800 هكتار، أي ما يعادل ثلث المساحة الوطنية من شجرة الأرز وربع المساحة العالمية من هذا النوع ديال الأرز. تنمو أشجار أرز الأطلس بأراضي الشمال الإفريقي الكلسية المرتفعة عن سطح البحر بنحو 1500 إلى 2500 متر، ذات أوراق على شكل إبر، خشبها متين زكي الرائحة، يدخل في صناعات خشبية متعددة. تزهر أشجار الأرز خلال شهر شتنبر، فتعطي مخاريطا يتراوح طولها ما بين 5 و8 سنتيمترات، مخاريط مذكرة تحمل غبار اللقاح وأخرى أنثوية تحمل البذور. بعد عملية التلقيح تبقى المخاريط عالقة بالشجرة مدة لا تقل عن 3 سنوات، المدة الضرورية لتطور البذور داخلها. بعد نضج البذور تكف الشجرة عن تغذية المخاريط، فتجف وتنفتح حراشفها لتتساقط بذورها المجنحة فتذريها الرياح. الأرز شجرة مقاومة
تصارع الزمن وتقاوم الأمراض والطفيليات، تنتشر بنثر الريح لبذورها في كل الأنحاء، متشبثة بالحياة، تعمر لمئات السنين وترتفع طويلا لتتجاوز 40 مترا. حبها للبقاء يجعلها تنتج براعم ثانوية كآلية من آليات الدفاع عن النفس كلما تعرضت للهجوم. بقرية أوغماس المغربية وسط ساحة بجامعة بنصميم وعلى بعد حوالي 18 كيلومترا عن مدينة إفران، تقف شجرة تضرب جذورها في عمق التاريخ، شجرة أرز جورو، أقدم شجرة أرز معمرة بالمغرب، عمرها يفوق 800 سنة، محيطها نحو 9 أمتار، وطولها يبلغ حوالي 42 مترا. سميت هذه الشجرة كذلك نسبة لهنري جوزيف جورو، مندوب السلطات الفرنسية سنوات احتلالها للمنطقة. شجرة جفت منذ سنة 2003، لكنها لا تزال واقفة تشهد على استيطان الأرز للمنطقة منذ مئات السنين، وعلى أن الإنسان قد يدمر في أيام ما تصنعه الطبيعة في أعوام. بعد أن كانت هذه الغابة خير متنفس للإنسان يستنشق هواءها ويتفيأ ظلالها، ضيق من نطاقها فأصيب بالاختناق. لقد تراجعت مساحتها وتقلص مجالها، وغدت أراضيها التي كانت تملأها الحياة عارية تشكو حيف الإنسان وجوره. إن سلوكات الإنسان غير المسؤولة وتصرفاته العشوائية أدت إلى اندثار قسم كبير من النسيج الغابوي وتخريب منظومته البيئية. فغابات الأطلس المتوسط تفقد حاليا مساحات مهمة من نطاقها بسبب عدد من المشاكل المرتبطة بالبشر، على رأسها الرعي الجائر. لكن لاحظوا ما كاينش هنا الشجر الارز في هذه الساحه. لا، كنلاحظوا بان هذه الساحه هذه هي واحد اراضي الجموع، وهي اراضي مخصصه للرعي. كما كنلاحظوا هنا واحد الراعي الغنم بالقطع ديالو المكون من الغنم، والاشاره فان هذه المنطقه هذه كتعرف وكتعرف عليها بانها واحد المنطقه اللي كيستغل ذات استغلال ديال رعاوي مكتف، لان غالبيه السكان ديال العالم القروي كيشتغلوا بتربيه الماشيه، والقطيع اللي كيكون في هذه المنطقه هذه قطيع مهم جدا، كيوصل حتى 400,000 راس من الغنم. هذا القطيع اللي هو مهم جدا في هناك تزايد في القطيع ديال الغنم، اللي تؤدي لواحد الضغط كبير على الغابه، كما كنشوفوا ليهات بعض المساكن بالجوار ديال 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 الغابه، المساكن بلاستيكيه، وتم واحد التخلي على واحد العاده كانت كدار شحال هادي، اللي هي العاده ديال الترحال. كان شحال هادي مربو الماشيه في فصل الشتاء بحال هاد الوقيته هادي الفصل البارد، كيمشيو كيهبطوا الازغار. ازغار هو واحد السهول اللي هي كتكون معروفه بالدفء ديالها، وفي الشتاء كيطلعوا للجبال باش كيلقاو الكلاء في الجبال. ولكن هاد العاده هادي تم التخلي عنها نظرا لان هاد السكان هادو تيلقاو الكلاء هنايا في هاد المنطقه هادي على طول العام. هاد الناس هادو كيضطروا ملي كيطيحوا الثلوج كيبداو يقطعوا اغصان ديال الاشجار باش يعطيوها ككلاء للماشيه ديالهم.
والشيء الذي يؤدي إلى تخريب المساكين بالنسبة لبزاف ديال الحيوانات، وبالتالي كيؤدي الانقراض ديال عدد كبير من الحيوانات. زيادة على ما يسببه الإنسان من مشاكل تسيء إلى الغابة، هناك عدة آفات طبيعية تعمل على تقليص مساحتها. فتوالي مواسم الجفاف وتسلط الأمراض والطفيليات تضعف الحالة الصحية للأشجار، مما يؤدي إلى موتها. إن أرز الأطلس يتعرض لهجوم طفيليات كثيرة، منها المحلية ومنها ما يرد عليها من جهات أخرى بعيدة. ففاتلة الأرز اللبناني التي تقرض البراعم والثمار، حشرة خطيرة من أصل آسيوي، استطاعت أن تجتاح غابات الأرز المغربية وتلحق بها أضراراً كبيرة. هذا نسيج إحدى الطفيليات التي تتغذى على أوراق الأرز، شرنقة قطنية بيضاء تحتمي بها ويرقاتها. صحيح أن الأمراض والحشرات تساهم في تخريب نسبة كبيرة من المجال الغابوي، إلا أن الإنسان يبقى المخرب الأول بدون منازع. نعم، لقد صار الإنسان ببطشه وأنانيته يتصرف بشكل يسيء إلى الغابة، فالقطع العشوائي للأغصان بمثابة بتر عضو من أعضاء كائن حي يصبح معه عاجزاً عن أداء أي دور. فهل يحد هذا الإنسان من تصرفاته اللامسؤولة لتستعيد أشجار الأرز نضارتها وتعود إليها النسانيس؟ بالفعل هاد الأشجار هادو كما كنلاحظوا الشكل ديالها مغاير الأشجار اللي شفناها قبيلة. هاد الأشجار الأغلبية ديالها فقدت الأغصان ديالها، والسبب ترجع للمربو المشية اللي مستقرين في هاد المنطقة ديال هاد الأراضي الجموع اللي وحدية للغابة، استقروا بصفة دائمة، وفي الوقت ديال في موسم الثلوج كيضطروا باش يقطعوا الأغصان ديال الأشجار باش يعطيوها كلاء للمشية ديالهم. داكشي باش كنشوفوا هذا الشكل اللي خداو هاد الأشجار كأعمدة، أو تنصطلحوا بواحد المصطلح كأعواد ثقاب، كعود ثقاب، لأن هاد الطريقة هادي كتساهم باش كيتحطموا المساكين ديال بزاف ديال العدد ديال الحيوانات اللي كتعيش وكتاخذ من هذه الغابه كمسكن لها، وبالتالي الانقراض ديال العديد من الانواع ديال الحيوانات. وعلى سبيل المثال القرد ديال الاطلس اللي هو تعيش في كان تعيش في هذه المناطق، دابا كيفضل يمشي لشي بلاصه اللي فيها الغابه كثيفه وفيها الاغصان ديال الاشجار متواصله باش يقدر يتنقل من شجره لشجره بكل سهوله. ومن الملاحظ بان القطيع كيفضل الاغصان ديال الشجره ديال الارز احسن من الشجره ديال البلوط الاخضر، لأن الشجر ديال البلوط الأخضر كتكون مرة، لهذا كيفضل شجرة الأغصان ديال الشجرة ديال الأرز. والشيء اللي كيأدي باش يكون واحد الضغط على هاد الأشجار هادو وكيتقطعوا لهم الأغصان ديالهم، هادشي هذا كيأدي إلى إضعاف الحالة الصحية ديال الغابة ديال الشجرة بعدا، وكيأدي بالتالي للموت ديال هاد الشجرة هادي. أنت كما كنشوفوا الشجرة هادي انت يا راهي بسات، ما بقاش فيها الا الراس الفوقاني هو اللي مازال شويه خضر، ولكن مع مرور الوقت غادي يبس حتى هو، وغادي يؤدي لواحد الوفاه الكليه للشجره. للخروج من هذه الازمه كان على المندوبيه الساميه للمياه والغابات ومحاربه التصحر التفكير في حل يحمي شجرة الأرز ويضمن لها العمر المديد. لقد قامت إدارة المنتزه الوطني بعقد شراكة مع الساكنة المحلية قصد تدبير الموارد الغابوية، فالتزمت المندوبية السامية للمياه والغابات ومكافحة التصحر بإنشاء مشاريع تنموية بها، وأعطت جمعيات المجتمع المدني تعويضاً عن المناطق المحمية يقدر بحوالي 250 درهماً للهكتار الواحد، في حين التزمت هذه الجمعيات بحماية الغابة واحترام محيطات التشجير.
هذه الحلول أسفرت عن نتائج جيدة، استفاد منها الجميع، السكان والأشجار والحيوانات. فالمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر تنظم دورات تكوينية لفائدة الساكنة تكون لهم أساس التربية البيئية السليمة. على بعد حوالي 20 كيلومترا عن مدينة أزرو، وسط غابات من أشجار الأرز، تمتد ضاية أفنرير على مساحة تقدر بنحو 400 هكتار. بحيرة طبيعية ذات قيمة إيكولوجية كبيرة، موقع جبلي رائع مسجل ضمن لائحة رمسار للمناطق الرطبة. وهذه المناطق الرطبة كتعد من بين الأماكن الملائمة من أجل التربية البيئية. وفي هذا الصدد قام المنتزه الوطني بعقد اتفاقية شراكة مع واحد الجمعية محلية اللي سميتها جمعية أساتذة علوم الحياة والأرض بأزرو، في أزرو اللي كتخدم كتعمل بشراكة مع المياه والغابات في إطار ديال التربية البيئية. السلام عليكم. السلام عليكم. تنقدم لك الأستاذ هاشمي مولاي إدريس، الكاتب العام لجمعية أساتذة مدرسي علوم الحياة والأرض، اللي كيتواجد هنايا في مرصد الطيور ديال أفنرير. احنا كجمعية مدرسي علوم الحياة والأرض متواجدين الآن في هذا المرصد اللي تدشن في سنة 2007. هذا مرصد الطيور بضاية أفنرير بأقلمام أفنرير، وهذا المرصد هذا تسمح لنا باش نديرو تتبع ديال الطيور المتواجدة طول السنة بهذا المنطقة الرطبة اللي مصنفة منذ سنة 1980 ضمن المناطق رامسار. الجمعية ديالنا تتهدف أو لها رؤية تهدف إلى بناء واحد المجتمع حداثي، مجتمع عصري اللي مبني على قيم ديال التضامن واللي منسجم كذلك مع المبادئ والقيم ديال التنمية المستدامة. هنا في هذا المرصد هذا المنتزه اقتنى واحد المجموعة ديال المعدات بحال هاد لي لونغفي، بحال هاد لي جمال اللي تتوضع رهن إشارة الباحثين ورهن إشارة العلماء ورهن إشارة كذلك الجمعيات النشطة في مجال التربية على البيئة. استعمال هاد الأداة لونغفي تسمح لنا باش نشوفوا طيور اللي هي بعيدة بلا ما نقتربوا منها بلا ما نزعجوها، ويمكننا نديروا تتبع ديال هاد الأنواع من الطيور عن بعد دون إزعاج. وهذا غادي تكون مسألة اللي هي أساسية بالنسبة للناشئة ديالنا، أنها تبدأ تدير في نفس الوقت تربية بيئية اللي عندها واحد البعد علمي، بعد ديال البحث والتتبع طول السنة من خلال الأندية البيئية ديالها. فصل الشتاء، ما يكاد ينتصف شهر نوفمبر حتى تأخذ الغيوم في التكتل والتكاثف وتبدأ درجات الحرارة في الانخفاض معلنة حلول الفصل البارد.
خلال هذا الفصل تغمر الثلوج كل الإقليم، فيشتد القر وتلجأ الأهالي إلى دفء ديارها وملابسها الصوفية، بينما تحتمي النسانيس بأغصان الأرز المورقة وفرائها الكثيف. يبدي القرد المغربي تأقلما لبرودة الطقس المرتبطة ببيئته الجبلية، فخلال فصل الشتاء البارد يستبدل فراءه الأصهاب القصير بفراء أشد كثافة يصل طوله إلى نحو 10 سنتيمترات، ويهبط من فوق الأشجار إلى الأرض يلتقط بعض الغذاء ما لم يخفه بعد بساط الثلوج. سعيا منها لتسهيل التدبير المعقلن للمجال الغابوي، تقوم المندوبية السامية للمياه والغابات ومكافحة التصحر بدراسة تهيئية تحدد العمليات الواجب اتخاذها من أجل تنمية وتطوير القطاع الغابوي. ولتفعيل هذه العمليات على أرض الواقع يتم تقسيم الغابات إلى قطع تتراوح مساحتها ما بين 50 و200 هكتار، يحمل كل منها رقما تسلسليا خاصا يكتب بوضوح على جذوع الأشجار بصباغة حمراء. يتغذى نسناس الأطلس على الأعشاب والفواكه وعلى إبر الأرز ومخاريطه، وقد صار لحاء أشجاره يمثل له موردا غذائيا مهما، مما أدى من فرط تقشير أشجار الأرز وتناول لحائها إلى تشويه المنظر العام للغابة. غابة عين كحلة إحدى النماذج التي تبرز جليا مدى مشكل التقشير هذا. هذه التصرفات الغريبة أثارت اهتمام العديد من الدارسين، فصارت موضوع بحث معمق يعنى بأسباب ظاهرة التقشير هذه في إطار علاقة النسانيس المغربية بشجرة الأرز الأطلسية. السيد محمد قرو الأستاذ الباحث بالمدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين، شارك السيدة نيلي مينار وكيلة مدير المركز البيولوجي لبينبون في إيجاد خطة عمل تدعو إلى اتخاذ تدابير تخفف من حدة الخسائر وتصلح النظام الإيكولوجي. دونك dernièrement lorsqu'il y a eu des études au moyen atlas sur le parc national d'Ifrane. في إطار الدراسة التي أقيمت بالمنتزه الوطني لإفران الأطلس المتوسط، حاولت المندوبية السامية للمياه والغابات أن تجد أجوبة لتساؤلات باتت تؤرقها، أسئلة تتعلق بتصرفات النسانيس وبتقشيرها المكثف لأشجار الأرز. لذلك عملت نيلي مينار صحبة مجموعة من الدارسين على إقامة مشروع يدوم 3 سنوات يهتم بمراقبة تصرفات القردة وتتبع نظامها الغذائي، مع وضع عدة فرضيات ومحاولة الإجابة عليها. من بين الفرضيات التي ساقها الباحثون أن النسانيس تتصرف كذلك لحاجتها إلى الماء أو بسبب الاكتظاظ الحاصل في صفوفهما. هكذا وجدنا أنفسنا أمام فرضيتين هامتين يجب الحسم فيهما: هل الحاجة إلى الماء هي السبب في تنامي تقشير القردة لأشجار الأرز، أم الاكتظاظ، أم هما معا؟ للتحقق من هاتين الفرضيتين تطلب منا الأمر 2 سنين من الدراسة والبحث. لقد بدأنا أبحاثنا سنة 1994 لنستأنفها ابتداء من سنة 2003 إلى غاية سنة 2006، كانت مدة العقد 3 سنوات، إلا أننا مددنا المدة إلى أكثر من ذلك،
وكانت النتيجة أن النسانيس قد تابعت عادة التقشير رغم تواجد المياه. بعد ذلك انكببنا على دراسة نظامها الغذائي لمعرفة ما إذا كان هناك نقص في إحدى مكوناتها الغذائية المتواجدة في أعشاب المنطقة وشجيراتها. ثم قامت السيدة نيلي مينار بإحصاء شمل كل قرود الأطلس المتوسط لسنتين على التوالي، فتبين أن أعدادها في تناقص مستمر وأن التراجع بلغ ما متوسطه 33%، أي ما يعادل ثلث أعدادها سنويا. من هنا حسمنا في مشكل الاكتظاظ فحذفنا افتراضها. لم يبقى أمامنا إذن إلا أن نبحث على مستوى الغذاء المتوفر بالمنطقة ونقارنه بالإمكانيات العشبية والنباتية لباقي الجهات. فالقردة تتغذى على الأعشاب والبلوط وأزهار الأرز وعلى كل الفواكه. هكذا قارنا بين أعشاب غابة الأرز بالأطلس المتوسط، وخاصة بعين كحلة حيث تتفاقم ظاهرة التقشير، وغابات الأرز بالريف وغابة البلوط الأخضر بالجزائر. فوجدنا اختلافات مهمة على مستوى الإمكانيات المتوفرة. فالنظام النباتي لعين كحلة حيث النشاط الرعوي المكثف متدهور الطاقة، وعليه فإن غطاءها النباتي قليل الجودة، خاصة منه تلك النباتات من فصيلة البصليات المحببة لدى النسانيس. تعمقنا في البحث فتساءلنا عن إمكانية وجود مواد ذات قيمة غذائية في قشرة الأرز وبباقي الأعشاب الأخرى، ووجدنا بالفعل أن تلك الأعشاب تفتقر إلى الكالسيوم، بينما تتواجد هذه المادة بكثرة في لحاء شجر الأرز. وفي دراسة أخرى قمت بها شخصيا حول علاقة عملية التقشير بخصوصيات المنطقة، وجدت أن القردة كانت تمارس عادة التقشير منذ 200 إلى 300 سنة، لأنه من الممكن قراءة ذلك على شجرة الأرز. وبما أن القرد عنصر من هذا النظام الإيكولوجي، كان يسعى أن يضيف إلى غذائه مادة الكالسيوم الذي هو بحاجة إليها، لكن اليوم تفاقمت هذه الظاهرة وصارت تمارس بكثافة لافتقار الأعشاب لهذا العنصر الكيميائي الهام. إن حاجة النسانيس لتعويض النقص الحاصل في غذائهم من الصوديوم والكالسيوم أمر فرض عليهم تقشير أشجار الأرز وتناول لحائها الغني بهذه المواد. فالتغذية الصحية المتكاملة أساس الاستمرار في الحياة، واستمرارية الحياة شيء تفرضه الطبيعة وتسعى إليه كل الكائنات. رغم ذلك بدأت أعداد النسانيس الأطلسية في التراجع، بل لقد تناقصت جل حيواناتها البرية بسبب أزمات الطقس وضغط الإنسان. ما السبيل إذن إلى إبقاء قرودنا سليمة مع حمايتها من الزوال والانقراض؟ ما الواجب فعله لحماية النسانيس؟ لحماية هذا النوع من النسانيس أظن أنه يجب أولا منع الاتجار بها، فنحن نجدها بساحة جامع الفنا كما نجدها تعبر الحدود لتهرب إلى الخارج. لذا يجب اتخاذ تدابير جد صارمة ضد اصطياد هذه القرود والمتاجرة بها. ما هو عدو النسانيس الحالي؟ العدو اللدود للنسانيس هو الفهد، وبما أن الفهود قد اختفت من البراري المغربية فليس لها الآن من عدو إلا الإنسان. الإنسان هو العدو الأكبر للقردة الآن، وهو الذي يعمل على اختفائها وانقراضها. بعد تدخل الإنسان واجتياحه الغابات والبراري اضطر زعطوط إلى الاستئناس به والتقرب منه. لقد دفعته الحاجة للطعام والسلام إلى أن يمد يده ويتوسل إليه، عسى أن يجود عليه بموزة أو شوكولاتة أو بكسرة خبز أو حبات من الكوكو. لكن إعطاء النسانيس طعاما ليس طعامها أو فاكهة ليست من ثمار وسطها شيء يسيء إلى طبعها ويخالف طبيعتها.
لقد أساء الإنسان بجهله وأنانيته لكل المحيطات البيئية، فلوث نقاءها برمي الفضلات والنفايات المختلفة، وأخل بتركيب التربة والمياه والهواء، ودمر الغطاء النباتي، فقضى بذلك على موروثه الحيوي المتنوع. إن التأثير السلبي لمثل هذه التصرفات تأثير يظهر جليا على حياة الإنسان والحيوان والنبات، بل ويظهر على مختلف المصادر الطبيعية. فقد يتأثر عالمنا من ظهور أمراض ناتجة عن اختلال في التوازنات، وقد يؤثر هذا التلوث في الجينات والعناصر الوراثية لتنتقل آثاره السلبية للأبناء والأجيال القادمة. بحلول شهر مارس تبدأ الشمس في إرسال أشعتها الدافئة عبر الأشجار، فتجفف سيقانها وتزيح الثلوج عن أغصانها، لتسيل الأرض جداول تضفي على المكان جمالا يغري بالتنزه والاستجمام. إنها بداية الربيع، بداية فصل الحب والأحلام. اللقالق عاليات ترتب أعشاشها، وطيور الغرة على الضفاف تستعد لوضع البيض. الكل ينتظر ويحلم. أما الإنسان فسعيد يستمتع بصفاء إفران ونقائه وبجمال منتزهه وبهائه، ويتجول عبر أراضي الأطلس المتوسط وقد فرشها الثلج بساطا ناصع البياض. القردة بدورها فرحة تنعم بالسكينة، مرحة تترقب وتحلم بصغارها تنمو بين أحضانها. لكن هل يتحقق الحلم وتسعد بذلك؟ أم أنها ستتجرع حرقة الفراق بانتزاع أبنائها وبيعهم بالأسواق؟ رغم تدخل الوزارة المكلفة وقيامها بعدة إجراءات إيكولوجية وقانونية لحماية القردة ومنع اصطيادها، لا تزال صغارها تصاد وتباع لعرضها وسط ساحات الفرجة والتسلية. فنباهتها وقدرة تعلمها جعلت منها سلعا تتعرض للاتجار فيها ومساومتها. في ساحة جمع الفنا بمراكش، قلب المغرب النابض ومكان الفرجة والفكاهة والمرح، لا يزال بعض أعداء الحيوانات يتسترون وراء غطاء بعض العناوين الرنانة من نحو الموروث الثقافي العالمي ومعرض الهواء الطلق المتنقل، لاستغلال تلك الساحة مكانا لعرض النسانيس والأفاعي وكثير من الحيوانات المغلوب على أمرها، وللتسول بلسانها من أجل دريهمات لعيشها ومستعبديها. النسانيس شعار منتزه إفران الوطني. هذا المنتزه الذي يضم أكبر ساكنة للنسانيس المغربية في العالم يحتاج اليوم إلى صيانته وإصلاحه، وإلى تحسيس السواح بضرورة احترام قروضه لكونها شعارا لا نزال نراها في وسطها الطبيعي.
إن إنشاء المحميات والمنتزهات كحل لاستنزاف الغطاء النباتي والحيواني عمل لا يمكن أن يصل مبتغاه إلا بوعي كل الناس وتنازلهم عن الطيش والأنانية واعتبار أنفسهم جزءا لا يتجزأ عن الطبيعة وعناصرها، يميتهم ما يميتها ويحييهم ما ينعشها. كما اشترى لهذا القرد هذا مسكين كانوا حيوانات التي يعيشوا بزاف تيهبطوا جنب الطريق الناس تعطيهم الماكله وهذا هذا سميتو وهبطت هذه جنب الطريق ودازت فيها الطوموبيل قطعت الطريق وهي دازت فيها الطوموبيل فهمتي حنا لقيناها وجبناها ودرنا لها شويه ديال الدواء هذا سميتو وبقات معنا صافي حتى ولفات ما كتقدرش تمشى كاع صافي طاحت الارض مع هذا سميتو تعطيها شويه ديال الدواء وشويه ديال الماكله وهذا سميتو والفات معنا صافي هي ديك جبنا لها حتى الفيترينير من الزرو هي ضاعوا لها دابا الصبعه مسكينه حتى هاد اليد هادي ماتلها هاد اليد كنشوف اليد بحالها ضعفت كاع لا ما ضعفت ماتلها دابا ما كتحكمش فيها دابا لا ما كتحكمش فيها دابا شتا مطمئن عندكم لا مطمئن مسكينه صافي ولفات دابا ولفات كتحس بالامان ماشي الامان هذه نسانيسنا ورثتنا إياها الطبيعة عنوان جبالنا الأطلسية ما تبقى من حيواناتنا البرية فبعد أن صارت فهودنا وضباؤنا وأسودنا مجرد تماثيل تذكرنا بانقراض العديد من حيواناتنا ها هي اليوم قرودنا تتوسل إلينا تستغيث بنا تهاب الزوال والاندثار تخشى أن تصبح بدورها منحوتات من أحجار تسألنا ترجو منا الالتفات لموطنها لمأكلها للشجرة التي أضحت وإياها عنصران أساسيان في منظومة بيئية واحدة رمز الثبات والخلود شعار الشموخ والصمود تلك التي صنعت جمال إفران ومنبع بهائه الفتان شجرة الأرز الأطلسية.